إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. ألا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل مريم مس إبليس دون خلقه فأعياه وما أهاج صراخ الولدان في حلقه، والصلاة والسلام على أشد البرايا على الشيطان بأسا، قد أذله رأسا وأقنطه الحظ في صحبه يأسا. أما قبل، فلسنا بدنيا الله وحدنا، إنما يعايشنا فيها ليلنا ونهارنا أمم أمثالنا، أوتوا من الشريعة تبعاتنا ما بين يهود وملحدين، مجوس وبوذيين، نصارى ومسلمين، يروننا ولا نراهم، خرائبنا ثراهم، وعظام زادنا قراهم، وروث أنعامنا قوت مطاياهم. ففي هذه الأيام كثر في الجن الكلام مع غفلة الأنام عن ذكر الواحد الديان، فتفشت الأسقام وانتشرت الأوهام وتناوشت اللاهين من الجن سهام مع عالم الجن، لنكشف ألاعيب مردته ونضع يدنا بحول الله وقوته على مسه وأذيته، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر إبليس وبطانته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، أصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله مما استعاذ منه موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. اللهم قنا واصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المغيث، ويا نعم المجير، ويا نعم المعين، ويا نعم المولى، ويا نعم النصير. تحصنا بالله الواحد الأحد، اعتصمنا بالله الفرد الصمد، وتوكلنا على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم قنا واصرف عنا وعن أهلنا ومالنا وعن زوجاتنا وذريتنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. تحصنا بالله الذي رفع السماء بلا عمد، تحصنا بالله الذي بسط الأرض على ماء فجمد، توكلنا على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عدد، استعنا بالله الذي رزق الخلق ولم ينس منهم أحد، تحصنا بالله العلي العظيم من شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويظهر بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. تحصنا بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الحساد وشر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. آمنا بالله العلي العظيم وحده، وكفرنا بالجبت والطاغوت، واعتصمنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حسبي الله وكفى، سمع الله من دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يغيث ولا يغاث، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم.
تحصنا بالله العلي العظيم من همزات ونزغات الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من أزات واستفزازات واستهواءات الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من تزيين وتحزين الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من إغواء وإضلال وتخيل الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من نسيان وتيئيس وتخويف الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين، تحصنا بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين، ونعوذ بالله العلي العظيم أن يحضرون. تحصنا بالله واعتصمنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستعنا بالله واستعذنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستغثنا بالله واستجرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستنصرنا بالله واسترحمنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستهدينا بالله واستشفينا بالله، واستغنينا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستدفعنا كل إذاء وبلاء ووباء وشر وشقاء عنا وعن أهلنا ومالنا وعن زوجاتنا وذريتنا وعن جميع المسلمين بألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنا أنفسنا وأهلنا ومالنا وزوجاتنا وذريتنا بالله الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الطريد المريد اللعين من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بعزة الله وعظمته وقدرته وقوته وسلطانه وجبروته من شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكون بالنهار، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما فتنة الليل والنهار، ومن شر توارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، ونعوذ بكلمات الله التامات الطاهرات الطيبات المباركات الزكيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ونعوذ بأسماء الله الحسنى، ونعوذ بأسماء الله العظمى من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما يكمن بالليل ويظهر بالنهار، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر الأشرار وشر الأخطار ومن شر الأمراض، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمري الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر السامة والهامة، ومن شر كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان مريد، ومن بطش كل جبار عنيد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بالله العظيم من شر الحية والعقرب، ومن شر أسد الأسود، ومن شر ساكن البلد، ومن شر ساكن كل بلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العلي العظيم من شتات الأمر ووساوس الصدر، ومن شرود العقل، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن اللجوء إلا إليك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو نخشى فجورا.
أو نكون بك مغرورين، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجائه النقمة، ونعوذ بالله من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، ونعوذ بالله العلي العظيم من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين والساحرين والشياطين والأباليس. أعوذ بكلمات الله التامات الطاهرات الطيبات المباركات الزكيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من غضبه وعباده ومن شر عباده ومن همزات ونزغات الشياطين ومن أزات واستفزازات واستهواءات الشياطين ومن إغواء وإضلال وتخييل الشياطين ومن نسيان وتيئيس وتخويف الشياطين ومن تزيين وتحزين الشياطين ومن ترويع وتفزيع الشياطين ومن صرع وصداع وصدود الشياطين ومن خبائث الشياطين ومن خبث الشياطين ومن وساوس ومس وسلطان الشياطين ومن مكر ومكائد الشياطين. ونعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولا
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله
إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحرا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله 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 وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق الباب من العمار والزوار والصالحين. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحق منعة، فإن تكوا عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو زاعما حقا مبتلا. هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تكتمون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون. تغلبون حاميم لا تنصرون حاميم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. ألا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل مريم مس إبليس دون خلقه فأعياه وما أهاج صراخ الولدان في حلقه. والصلاة والسلام على أشد البرايا على الشيطان بأسا قد أذله رأسا وأقنطه الحظ في صحبه يأسا. أما قبل فلسنا بدنيا الله وحدنا إنما يعايشنا فيها ليلنا ونهارنا أمم أمثالنا أوتوا من الشريعة تبعاتنا ما بين يهود وملحدين مجوس وبوذيين نصارى ومسلمين يروننا ولا نراهم. خرائبنا ثراهم وعظام زادنا قراهم وروث أنعامنا قوت مطاياهم. ففي هذه الأيام
كثر في الجن الكلام مع غفلة الأنام عن ذكر الواحد الديان، فتفشت الأسقام وانتشرت الأوهام وتناوشت اللاهين من الجن سهام مع عالم الجن لنكشف ألاعيب مردته، ونضع يدنا بحول الله وقوته على مسه وأذيته، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر إبليس وبطانته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله، نحن من أتباع محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله